Δόξα εσύ το δείξαντι, το φως δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Νοσέ
لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليه. Amen.
مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. سلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أبينا ورئيس كهنتنا فيلبس والكهنة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. كيريا لا يسوع. من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. يا مسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمعاقين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب.
كل ضيق وغضب وخطر وشداب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم اغفر وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فالهدى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر داهرين. آمين. بشفاعة والدة الإله بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيرينا إيسو عدد وخلص وارحم واحفظني يا الله بنعمتك. يا رب ارحم بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك لأن لك العزة ولك الملك والقوة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات نحن والدة الإله الدائمة
النفس بغير استحالة، وصلبت أيها المسيح إلى هنا، وبموتك وضعت الموت، وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خالصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظني يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرني الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة، سيدتنا والدة الإله الدائمة البدونية مريم مع جميع القديسين، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح. حل إله لأنك إله صالح ومحب للبشر، ولك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لنسبح نحن المؤمنين ونسجد بصوت ضفائر
شفيعة المسيحيين غير الخازية، الواسطة لدى الخليق غير المردودة. لا تعرضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأ، بل تداركينا بالمعونة بما أنك صالحة. نحن الصريخين نحوك بإيمان، بادري إلى الشفاعة وأسرعي في الطالبة يا والدة الإله المتشفعة دائما بمكرميك. إلى الرب نطلب خيرك يا يسوع، لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر داهرين. آمين. قدوسٌ لله، قدوسٌ القوي، قدوسٌ الذي والروح القدوس الآن وكل آوان.
حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع لك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين.
جميع المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين ليذكر الرب الإله في ملك السماء وكل حين الآن وكل أوان وإلى دهر داهرين. آمين. أبانا ورئيس كهنتنا فيلبس ليذكر الرب الإله في ملك السماء كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. تحت فوق حولهم
لنكمل طلباتنا للرب. كيريا أليسون. من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. كيريا أليسون. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. اعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. ان يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطية الرب نسأل. برسولك ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل. خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسأل. براسون الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل. استجب يا رب. أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل. حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. سجب يا بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك برأفات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيم
الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم وما لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين بآب وابن وروح القدس ثالوث متساوٍ في الجوار وغير منفصل. الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة سلام ذبيحة نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن معكم جميعا ومع روحه لنضع فوق إعلانا عند الرب لنشكرن الرب لها بتسبيح الظفار مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 of sins. خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. This is my blood of the New Testament, which is shed for you and for many for the remission of sins. اشربوا منه كلكم هذا هو دمي
الذي للعهد الجديد الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. نقرب لك هذه العبادة الناطقة وغير الدموية ونطلب ونتضرع ونسأل، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واصنع أما هذا الخبز فجسد مسيحك المكرم. آمين. وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك المكرم. آمين. محولاً إياهما بروحك القدوس. آمين آمين آمين. وخاصة من أجل الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة، سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. إنا لك فوفوا نحو المنعم عليها you.
كهنتنا فيلبس وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حق. آمين. وأعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان
وإلى دهر الداهرين. آمين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح معكم جميعا. ومع روحك. واهلنا أيها السيد أن نسر بدالة وبلا دينونا على أن ندعوك أبا أيها الإله السماوي ونقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر. لأن لك الملك والقوة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم. ولروحك. لنحني رؤوسنا للرب. لك بنعمة ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيم الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. القدسات للقديسين. قدوس واحد، رب واحد، يسوع المسيح لمجد الله الآب. آمين. اقبل لليوم شريكا لعشاء ابن الله، لأني لست أقول سرك لعدائك ولا أعطيك قبلة مثل يهوذا، لكني كاللص أعترف لك هاتفا. اذكرني يا متى أتيت في ملكوتك.